بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء التلاميذ، نجدد الترحاب بكم في حصة متجددة في مادة الرياضيات. عنوان درسنا اليوم وضعيات قسمة، والهدف من درسنا اليوم تمييز وضعيات قسمة وحلها. قبل أن نشرع في درسنا كالعادة، خذوا ألواحكم لننجز سريعا حسابا ذهنيا. إذن استمع جيدا إلى العدد وإلى العملية التي تعطى لك. إذن العدد الأول 3.51 ضرب 10. 3.51 ضرب 10. بسرعة أعطيني النتيجة أو حاول أن تجد النتيجة. إذن 3.51 ضرب 10 كم يساوي؟ إذن درسنا فيما سبق طريقة إزاحة الفاصلة. نزيح الفاصلة إلى الوراء عندما نضرب، أو نقدمها إلى الأمام عندما نقسم. إذن النتيجة لا شك أنكم وجدتموها هي 35.1، لأننا ضربنا في 10 والعشرة فيه 0 و1، إذن أؤخر مرتبة واحدة تساوي النتيجة 35.1. امسحوا ألواحكم عدد آخر وكن سريعا هذه المرة، 12.65 ضرب 100. يلا كم وجدتم النتيجة؟ 12.65 ضرب 100. إذن هذه المرة كذلك عملية ضرب، بالتالي سنؤخر الفاصلة بكم مرتبة؟ بمرتبتين، لأن في 100 هناك 0، وبالتالي ستكون نتيجة 1265. إذن ها هي النتيجة. عدد أخير ركز معي جيدا، امسحوا ألواحكم، لاحظوا طريقتين. عدد أخير نقول 0.2345. أعيد 0.2345 ضرب 1000. يلا بسرعة، 0.2345 ضرب 1000. نكتب الجواب. إذن 0.2345 ضرب 1000. كم نتيجة؟ كم وجدتم؟ إذن لدينا 3 أصفار، نزيح الفاصلة بثلاث مراتب، 1، 2، 3، بالتالي ستكون نتيجة 234.5. إذن 0.2345 ضرب 1000 يساوي 234.5. أبنائي الأعزاء، إذن نأتي إلى درسنا اليوم. خذ كتابك الصفحة 92 الدرس رقم 57 وركز معي في هذه الوضعية، وضعية أكتشف. أفهم المشكلة في كل مرحلة وأحدد العملية المناسبة ثم أجيب عن السؤال. أولا، غرس فلاح 147 شجيرة زيتون في 7 خطوط مستقيمة بها نفس عدد الشجيرات، كم شجيرة يضع هذا الفلاح في كل خط؟ هذه الوضعية الأولى. أو السؤال الثاني أو الشطر الثاني، جنى هذا الفلاح 2499 لترا من زيت الزيتون. السؤال، ما معدل إنتاج الشجرة الواحدة من الزيت؟ ثالثا، وضع الفلاح كل منتوجه من الزيت في دلاء سعة كل منها 20 لترا، كم دلوا يلزمه لذلك؟ رابعا وأخيرا، باع الفلاح كل منتوجه من الزيت لتعاونية فلاحية بثمن 500 دينار جزائري للتر الواحد، كم قبض هذا الفلاح؟ أبناء التلاميذ،
بعد هذه الفسحة لا شك أنكم حاولتم أن تنجزوا هذه الوضعية، لكن قبل ذلك تفضلوا انظروا معي، لقد قمنا بتسجيل المعطيات التي أعطيت لنا في هذه الوضعية. إذن لدينا 147 شجيرة، 7 خطوط مستقيمة، 2499 لترا سعة الزيت كله، 20 لترا سعة الدلو الواحد، 500 دينار جزائري ثمن بيع اللتر الواحد من الزيت. إذن نبدأ على بركة الله. السؤال الأول يقول، السؤال الأول: كم شجيرة يضع هذا الفلاح في كل خط؟ كم شجيرة يضع هذا الفلاح في كل خط؟ إذن من الوهلة الأولى سنحتاج إلى عملية قسمة. نص الجواب: سيضع الفلاح، سيضع الفلاح في كل خط ماذا؟ نكتب وحدة القياس ماذا؟ شجيرة. نعم شجيرة. إذن نهيئ هذا نص الجواب ونكتب العملية الأفقية المناسبة. إذن لدينا 147 شجيرة هو العدد الإجمالي، ولدينا 7 خطوط. إذن لدينا الكل، نريد أن نبحث عن الجزء. إذن سنأخذ الكل 147، أكتب العملية أفقيا لا ننساها، قسمة 7 يساوي. الآن نأتي إلى الجهة الأخرى ونكتب العملية عموديا: 147 قسمة 7. إذن نقول بما أن القاسم عدد واحد أو رقم واحد سنأخذ رقم واحد، لكن نجده أصغر من 7، بالتالي سنأخذ رقمين. 14 قسمة 7 كم تساوي؟ إذن تساوي 2. ونقوم بالعملية العكسية ضرب. إذن 2 ضرب 7 يساوي 14، ونجري عملية الطرح: 4 ناقص 4 0، 1 ناقص 1 0. الآن ننزل 7، ضروري إنزال على الأقل رقم 1. إذن 7 قسمة 7 يساوي 1، 1 نجري العملية العكسية: 1 ضرب 7 يساوي 7، نجري عملية الطرح: 7 ناقص 7 يساوي 0، وبالتالي تكون لدينا قسمة تامة. إذن نكتب الجواب: سيضع الفلاح في كل خط كم؟ 21 شجيرة، 21 شجيرة، ونكتب الجواب هنا. جيد. إذن نأتي إلى السؤال الثاني: جنى هذا الفلاح 2499 لترا من زيت الزيتون. يقول السؤال: ما معدل إنتاج الشجرة الواحدة من الزيت؟ كلمة هنا معدل، أولا نكتب نص الجواب معدل. إذن نص الجواب: معدل إنتاج الشجرة الواحدة هو، معدل هو كم؟ الوحدة معدل إنتاج الشجرة الواحدة من الزيت، الزيت تقاس باللتر، إذن هي سعة، نكتب الوحدة لتر. إذن كلمة معدل هنا تذكرنا بكلمة المعدل. إذن المعدل كيف نجد المعدل؟ سريعا أعطيكم مثال. مثلا لدينا في مادة الرياضيات نلت علامة 10 إن شاء الله، وفي مادة اللغة العربية مثلا نلت علامة كذلك 10، وفي مادة الفرنسية مثلا نلت علامة 8. كي نجد المعدل ماذا نقول أو ماذا نفعل؟ نجمع 10 زائد 10 زائد 8، 10 زائد 10 يساوي 20، زائد 8 يساوي 28. هل هذا هو المعدل؟ لا، ليس هو المعدل. معدل النقاط سوف نقوم بقسمته على كم من مادة؟ 1 2 3، لدينا 3 مواد. إذن سنقسم 28 تقسيم 3 فنقول تساوي 9، 9 ضرب 3 يساوي 27، 28 ناقص 27 الباقي 1. إذن يمكن أن نقول هذا هو المعدل، لكن لو أردنا إيجاد الجزء العشري سنضيف صفرا هنا ونضع فاصلة ونقول 10 تقسيم 3 يساوي 3، 3 ضرب 3 يساوي 9، 10
ناقص 9 الباقي 1. إذا يمكن أن نقول أن معدلك أيها التلميذ إن شاء الله سيكون 9.3. هذا فقط مثال توضيحي سريع. إذا نفس العملية سنجريها لكي نجد معدل إنتاج الشجرة الواحدة. إذا سنأخذ سعة الزيتون كله الذي هو 2499 لترا ونقسمه على ماذا؟ إذا سنقسمه على عدد الشجيرات. إذا لدينا 147 نقول 2499 لترا تقسيم 147. إذا نكتب العملية أفقيا 2499 قسمة 147 يساوي، الآن نجري العملية عموديا، 2499 قسمة 147. إذا لدينا عدد أو القاسم من ثلاث أرقام 147. إذا من الوهلة الأولى سأخذ ثلاثة أرقام، 147 في ثلاثة أرقام سأخذ 249. إذا 147 تقسيم 249 فيه مرة واحدة. إذا 1 ضرب 147 يساوي 147. أنقص الآن 9 ناقص 7 تساوي 2، 4 ناقص 4 يساوي 0، 2 ناقص 1 الباقي 1. إذا نلاحظ أن الباقي بقي 102. إذا كان بقي لنا أكثر من 147 فإننا أخطأنا هنا. الآن أنزل حذاري، لا أتسرع وأذهب مباشرة وأقول 102 تقسيم 147، لا، هذا بقي لعملية ماضية. أنزل 9 وبالتالي سيكون لدي 1029. 1029 قسمة 147. سنحاول أن نجري عملية جداء، ولكن يبدو أننا سنحاول مع العدد 7. ونرى 7 في 7 يساوي 49. أكتب 9 واحتفظ بالأربعة. 7 في 4 يساوي 28. 28 زائد 4 يساوي 32. أكتب 2 واحتفظ بالثلاثة. 7 في 1 7 والثلاثة 10. إذن ها قد وجدنا، إذن النتيجة 1029 ناقص 1029 تلقائيا سيكون الناتج 0. طبعا 9 ناقص 9 0، 2 ناقص 2 0، 0 ناقص 0 0، 1 ناقص 1 0، لم يبقى أي عدد. إذن هذه قسمة تامة، بالتالي سيكون معدل إنتاج الشجرة الواحدة هو 17 لتر. إذن أبناء التلاميذ ضروري ومهم جدا تنظيم إجاباتكم بهذه الطريقة. جيد، كان هذا بالنسبة للسؤال الثاني. الآن نأتي إلى الوضعية الثالثة أو إلى السؤال الثالث الذي طلب منا إيجاد عدد الدلاء، حيث قال وضع الفلاح كل منتوجه من الزيت يعني 2499 لترا وضعوا في دلاء سعة كل منها 20 لترا، سعة الدلو الواحد. إذن أعطانا الكل وأعطانا الجزء وطلب منا أن نبحث عن جزء، قال كم دلوا يلزمه لذلك. إذن كالعادة نكتب نص الجواب، سيحتاج الفلاح إلى نقطتين. وحدة القياس ماذا؟ نبحث عن ماذا؟ عن عدد الدلاء. إلى كذا دلو، نكتب دلو. والعملية المناسبة بما أننا نبحث عن الجزء ولدينا الكل ولدينا الجزء، إذن هي عملية قسمة، 2499 قسمة 20. هذه السعة الإجمالية للزيت وهذه سعة الدلو الواحد 20. يجب أن أكتب الأرقام جيدا واضحة، أجري عملية القسمة. إذن 2499 قسمة 20،
إذا نجري عملية القسمة كما فعلنا مع العمليتين الماضيتين. إذا رقمان أخذ رقمين، 24 تقسيم 20 يساوي 2، عملية ضرب 2 2 ضرب 20 عفوا. إذا يجب أن نكون مركزين، إذا تساوي 1 في 24 هناك 20 واحدة، إذا 1 في 20 تساوي 20، 24 ناقص 20 الباقي 4، 4 ناقص 0 4، 2 ناقص 2 0، أنزل 9، أنزل مرة واحدة، لا أنزل أكثر من مرة، لا أنزل 9 مرة أخرى، أنزل هذه وأقسم 49 تقسيم 20 فيها 2، إذا 2 في 20 يساوي 40، أجري عملية الطرح، 49 ناقص 40 9 ناقص 0 9، 4 ناقص 4 0، أنزل 9، 99 تقسيم 20، 20 ضرب 2 يساوي 40، 20 ضرب 3 يساوي 60، 20 ضرب 4 يساوي 80، 20 ضرب 5 يساوي 100، لكن عندنا فقط 99، إذن 20 ضرب 4، 4 في 20 يساوي 80، 4 في 20 يساوي 80، 9 ناقص 0 9، 9 ناقص 8 1، والباقي يساوي 19. إذن نتوقف هنا، لماذا نتوقف؟ لأن الدلو الواحد فيه 20 لترا ونحن بقي لدينا 19 لتر. إذن يقول سيحتاج الفلاح إلى كم دلو؟ إلى 124 دلوا. طبعا الكمية الباقية من الزيت سيحتفظ بها ربما لاستعماله الخاص، ولا يمكن أن يبيع دلوا غير مكتمل، لا يمكن أن يملأ الدلو بتسعة عشر لترا، ولكن في الحقيقة أن الدلو فيه 20 لترا، بالتالي سنكتب الجواب. إذن سيحتاج الفلاح إلى 124 دلوا، ونكتب النتيجة هنا 124 دلوا. نأتي إلى الوضعية التالية الرابعة، باع الفلاح كل منتوجه من الزيت لتعاونية فلاحية بثمن 500 دينار جزائري للتر الواحد، هو لديه 2499 لترا، باعه ب500 دينار جزائري للتر الواحد. هنا أعطانا ثمن الجزء وطالبنا بالكل، قال كم قبض الفلاح؟ إذن ماذا سنفعل؟ إذن أولا سنكتب قبض الفلاح، قبض الفلاح ماذا؟ وحدة القياس هنا ماذا؟ نحن نبحث عن ماذا؟ نبحث نعم عن الثمن، وبالتالي سأكتب دينار جزائري وحدة القياس والعملية. إذن سأأخذ 2499 لترا أضربها في 500 دينار جزائري للتر الواحد، إذن 2499 لترا ضرب 500، هذه المرة ستكون العملية سهلة. إذن أكتبها هنا 2499 ضرب 500. إذا نلاحظ في هذه العملية هناك نوع من السهولة، كيف هي هذه السهولة؟ نلاحظ أن هذا العدد فيه صفرين، يمكن أن ننجز العملية مباشرة، أنزل مباشرة هذين الصفرين، أكتب هكذا اختصار، هذه عملية مختصرة، أنزل مباشرة هذين الصفرين وأحسب 5 ضرب 2499. إذن 5 ضرب 9 يساوي 45، 5 مرة أخرى ضرب 9 يساوي 45 زائد 4 يساوي 49، 5 ضرب 4 20 زائد 4 24، احتفظ بالإثنان، 5 ضرب 2 10 زائد 2 يساوي 12، ويمكنكم التأكد في ألواحكم. إذن النتيجة تساوي 1,249,500 دينار جزائري، أكتب النتيجة هنا 1,249,500 دينار جزائري، أعيد كتابتها هنا 1,249,500
49,500 دينار جزائري، وبهذا نكون قد أنهينا هذه الوضعية كاملة. إذن خلاصة لما رأيناه لما سبق في الوضعيات المختلفة، إذن نستنتج إذا طالبنا، إذا كان السؤال يطالبنا بالجزء فإننا ننجز عملية قسمة، إذا كان السؤال يطالبنا بالجزء فإننا ننجز عملية قسمة، وإذا كان السؤال يطالبنا بالكل فإننا ننجز عملية ضرب. إذن ولكن يمكن تكون عملية قسمة أو عملية طرح، يمكن تكون عملية ضرب أو عملية جمع، نجمع أشياء لكي نجد الكل أو نطرح شيئا من شيء لكي نجد الجزء. الآن فقط على حسب المعطيات التي أعطيت لنا، إذن نطبق هذه وهاتين القاعدتين. ننتقل سريعا إلى أنجز. أوجد من بين هذه النصوص تلك التي توافق وضعية قسمة وبرر إجابتك. دائما نحن في نفس الصفحة 92. الوضعية الأولى، نص الوضعية: طول قفزة ضفدع 25 سنتيمترا وهو على مسافة 125 سنتيمترا من ذبابة. السؤال يقول: كم قفزة يقفزها هذا الضفدع ليصل إلى الذبابة؟ إذا نسترجع الخلاصة التي ذكرناها قبل قليل. هنا السؤال: هل يطالبنا بالجزء أم يطالبنا بالكل؟ ركزوا، هل يطالبنا بالجزء أم يطالبنا بالكل؟ يقول: كم قفزة يقفز هذا الضفدع ليصل إلى الذبابة؟ إذا لا شك أنكم عرفتم أنه يطالبنا بالجزء، بالتالي ستكون نعم هذه وضعية قسمة، وستكون العملية سهلة جدا: 125 تقسيم 25. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. الوضعية الثانية سأفسح لكم المجال لكي تجدوا الجواب وحدكم، ودائما استرجعوا الخلاصة ولا تنسى المطلوب الذي طالبت به. يقول: أوجد من بين هذه النصوص تلك التي توافق وضعية قسمة. التمرين الثاني يقول: تحتوي قنينة عصير، يعني قارورة قنينة عصير، على 1500 مللتر، نريد تفريغها في 10 أكواب بالتساوي، ما كمية العصير في كل كوب؟ إذن هنا اسأل نفسك: هل يطالبنا بالجزء أم يطالبنا بالكل؟ وأنجز العملية المناسبة. الوضعية الثالثة: مستطيل مساحته 45 سنتيمتر مربع وعرضه 5 سنتيمترات، ما هو طوله؟ الوضعية الرابعة والأخيرة: في مكتبة المدرسة 3 خزائن، في كل خزانة 5 رفوف، في كل رف 64 كتابا. السؤال: ما هو عدد الكتب في كل خزائن المكتبة؟ كذلك لديك تمرين في كتاب الأنشطة الصفحة 64، حاول أن تنجز الوضعيات الثلاث 1 و2، وأبحث في كراسي الأنشطة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على حسن إصغائكم وانتباهكم، وإلى درس آخر إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.